شفت فيديو ميزات الزواج من ممرض؟ طب تعال اقول لك السيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا محمد ناصر ابي يوسف وهي قناتي مذكرات ممرض، بتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. اليوم رح نتكلم عن سيئات الزواج من ممرض او ممرضة. لو الموضوع بهمك او بهمك، هاند واشنج، البس الجلوفز ولا تنسى الماسك، وتفضل معي افهمك شو السلافة. حكينا قبل هيك في فيديو سابق عن ميزات الزواج من ممرض، لكن اي اشي بالدنيا له سلبيات وله ايجابيات، فاليوم رح نحكي عن السلبيات، كونه اذا انت لسه بتشاور عقلك وما اعطيت الجماعة رد، تفكري في هاي وفي هاي وتشوفي مين بتضغى على الثانية. رقم واحد، الممرض غالبا اوقات الدوام عنده متقلبة، فاذا ما كان مداوم بخزن زي العيادات الخارجية مثلا، فراح تلاقيه يوم دوامه قبل الظهر، يوم بعد الظهر، يوم سهران طول الليل، مرات بدوم 8 ساعات، مرات شفتين 16 ساعة، ممكن يصير الدوام 12 ساعة فجأة. فأنت بدك تكوني جاهزة لهذا التغيير المتكرر. ممكن يوم يداوم بعد الظهر يرجع لك 12 بالليل، ثاني يوم يداوم الصبح يصحى من 5 الفجر، اليوم اللي بعده تلاقيه سهران طول الليل يرجع نام للمغرب، فغالبا اليوم الاوف تبعه هو مقضي نايم. فاذا انت من نوعيه بدي اطلع وبدي اشم الهواء وبدي اروح وبدي اجي، لا، لقي لك واحد ثاني. النقطه الثانيه اللي لو صارت فالحق عليكي، انه غالبا شغله مع ستات، فاذا انت من النوع اللي بغار، روحي دوري لك على واحد شغله مع رجال وريح راسك. معظم اقسام المستشفى مفتوحه للجنسين سواء ذكور او اناث، فاذا كان مثلا بالطوارئ مستحيل يعملوا طوارئ رجال لحال او طوارئ اناث لحال، فراح اكون معها طبيبات وممرضات وايضا مريضات واهل المرضى بعضهم اناث. فالعلاقه بينه وبين الناس هاي كلها علاقه شغل، مش زي ما انت مفكر. رقم ثلاث، الممرض بيتكلم بمواضيع مقرفه وبالنسبه له عادي، ممكن تكون انت قاعده تتغدي وهو قاعد بيشرح لك عن الابسس اللي فتحه امبارح، عادي جدا. ممكن انت قاعده بتفطري وهو قاعد بيشرح لك عن مريضه وهو بيعمل فوميتنج، فالشيء المقرف بالنسبه لك اقل من طبيعي بالنسبه له. رقم أربعة، الممرض في أغلب الحالات بينضغط، بيتعرض لمواقف محرجة، بيتعرض لمواقف مخيفة، بيتعرض لمواقف بتسبب عصبية عالية، وغالبا رح يروح من الدوام مش طايق حاله ومحتاج مساحة. بعض الممرضين بروح من الشغل، وهذا الكلام شفته بنفسي، ساعة كاملة ما حداش يتكلم معي، أو مثلا أنا اليوم مداوم بعد الظهر بتلاقي من 6 الصبح قلب بوزه، فبدك تعرف هاي النقطة كويس. النقطة الخامسة أحيانا بتضحك، انه ممكن تكون انت بتموتي وهو مش سائل، مش لانه هو انسان قليل احساس، لكن اللي بشوف الموت والمرض كل يوم بشوف الرشح والانفلونزا والتهاب الحلق ووجع الاذن اشياء بسيطة، فانت راح تكوني رأيك انا قاعد بموت وهو مش سائل، بينما هو عارف اللي معك وعارف سببه وعارف امتى راح تطيبي، فليش هالفيلم اللي عمليته؟ نقطة مهمة يمكن انت ما تكون بتعرفي فيها، انه ممكن يجيب لك مصيبة من المستشفى. الممرضين بيشتغلوا مع كل أنواع البشر، وممكن يتعرضوا لأي عدوى في الدنيا حتى لو كانت مرض انقرض من سنة 72، فاحتمال تدخل التاريخ أنك الإنسان الوحيدة بالبلد اللي صار معها كوليرا، مع أنه المرض هذا انقرض من 50 سنة. رقم سبعة، الممرض بطبيعته، طبيعة عمله، بحب التنظيم والترتيب، شغلته في الحياة أنه ينظم ويرتب كل إشي بخص المريض، من مواعيد، من عمليات، من مراجعات للعيادة، من صور للأشعة، تقرير الأشعة جاهز ولا لا، كل شيء. فما في إشي اسمه خلص غرض من البيت وما قلتي له، ما في إشي اسمه أنا قلت لك سوي كذا ليش ما سويتي، هو متعود الشغلة قبل ما يحتاجها بثلاث أيام تصير. فإذا كنت من النوع الكسلان اللي بأجل عمل اليوم إلى الغد وبنام للعصر، لقي لك واحد ابن مهنة ثانية. رقم ثمانية، وهاي في بلادنا كثير، بدك تطولي بالك من ناحية إنه جوزك غالباً وقته ضايع في الواسطات لقرايبه. بكرة أنا مجاز بس طالع مع عمي على المستشفى الفلاني عشان ندبر له واسطة نقرب له موعد عملية، بعده أنا مجاز بدنا نطلع مشوار شمتها، ولا أنا طالع بكرة مع ابن خالتي بده يعمل عملية مش عارف وين. طب بكرة الصبح وانت جاي من الشغل يجيب لي علبة لبن نسي، ليش؟ لأنه قاعد على دور الصيدلية نص ساعة هو بيشتري دواء لواحد ثاني مش إله. طب ابنك انجرح جيب لك قطنة معاك نحطها على الجروح، بقدرش، ما أنا طلبت من فلان قبل هيك لفلان وما بقدر اسود وجهي معاه مره ثانيه. هاي النقطه بالذات ما بضمن لك اياها انه يكون فضيلك اصلا. رقم تسعة، كل الحاره راح تنظر لك على اساس انك غني حرب. تعرف شو يعني غني حرب؟
الناس مفكرة انه الممرض ما دام بيشتغل في مستشفى معناته بيته مليان سرنجات وشاش وقطن ومشدات وادوية وكل اشي ممكن يخطر على بالك. فاذا الواحد انجرح بقول لك ليش اروح على المركز الصحي او على الطوارئ واصف ساعتين ثلاثة على الدور وجاري ممرض بروح باخذ منه شوية قطن وشاش وبغير لحالي؟ طب حدا قال لك ان انا مختلس؟ النقطة العاشرة اللي هي ميزة وسيئة في نفس الوقت، ممكن جوزك يسافر وتقعد لحالك. طبعا معروف عن الممرضين انه فرصهم بالسفر عالية، لكن في بعض الدول إذا سافر ممكن يقعد شهر شهرين ثلاث لغاية ما يزبط لك الوضع، يستأجر بيت يأثثه يطلع لحاله إقامة وبعدين يطلع لك إقامة ولولادك وبعدين يعرف يسحبك وراه. فهالأكم يوم اللي راح تظل لحالك راح يعتبره مشكلة. حتى لو ربنا وفقك وسافرته وتغربته، لا تنسي أنه في ناس راح تحسدكم. ما في حدا بيطلع على إنسان وصل لقمة جبل وبيفكر شو اللي وصله لهناك. كل الناس بتقول فلان نجح، فلان فاز، فلان صار بالمركز الأول، لكن ما بتطلع شو الطريق اللي سلكته لغاية ما وصلت لهاي النقطة. طبعا كل هاي النقاط وجهة نظر الشخصية التي تحتمل الصواب أو الخطأ. المهم وجهة نظرك في التعليقات، اكتب لي تحت شو في نقاط أنا نسيت أذكرها، وإذا في عندك إشي حاب تضيفه أهلا وسهلا، مرحب بيك في القناة. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. سلام عليكم.